وفي خبر يعني سعيد لجماهير النادي الاهلي انه هيحضر 10,000 مشجع على ملعب السلام يوم 25 ان شاء الله باذن الله. 10,000 يعني يكون لهم مفعول السحر على لاعبي النادي الاهلي ويقدروا يحققوا الفوز. ده زي ما حضراتكم شايفين ده خبر خلاص موافقه وصلت للنادي الاهلي 10,000 مشجع لمباراه الاهلي وصن داونز اللي هي تكون يوم 25 ان شاء الله فبراير. بالتاكيد لا بص دايما وابدا دور جماهير النادي الاهلي هو العنصر المؤثر. وعشان بنتكلم عن دور جماهير النادي الاهلي مش عاوزين نكرر اخطاء الماضي. مش عاوزين ناس تبدا تشوف غضب جماهير النادي الاهلي وتعليقاتها اللي نبع عن حبها للنادي الاهلي وتبدا تلاقيها بتوجه الجماهير لقصه الغضب. عشنا مع ريني فايلر يعني لحظات بعد ما الراجل كان مكتسح بشكل كبير جدا وهو بيمشي قال اللي عايز يلعب اداء كويس وكره كويسه وفوز على طول يروح يشجع بلاي ستيشن او يلعب بلاي ستيشن. ده كان بسبب ضغوط بعض المؤتمرات الصحفيه. عشنا مع بيتسو موسيماني ضغوط كتير جدا 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 على بيتسو موسيماني برغم تحقيقه الانجازات بفكره ان فين الهويه بتاعه النادي الاهلي والاداء الممتع. القصه يا جماعه قلناها انها معياريه في النهايه. انت بتلعب كره القدم من اجل تحقيق الانجاز من اجل تحقيق البطوله. مش عاوزين حد يبدا يلعب تاني على فكره كولر اللي اثبت ان هو مدير فني جدير ان هو يقود النادي الاهلي. ولكن قصه الصبر ده شيء لابد منه ان شاء الله. النقطه الثانيه اللي احنا دايما بنتكلم فيها في المدير الفني يا جماعه، مفيش مدير فني ما عندوش اخطاء. لو انت متخيل ان انت هتجيب مدير فني ما عندوش اخطاء في بعض المباريات يبقى انت مش هتقدر توصل لمدير فني. اي مدير فني اي مدير فني هتلاقيه عنده اخطاء. بيب جوارديولا يعني مشروع السيتي كله كان على بطوله دوري ابطال اوروبا في النهائي ما قدرش يكون موفق امام توخيل وفقد اللقب. بيب جوارديولا امام ريال مدريد توخيل نفسه بقى امام ريال مدريد وهكذا. ودول مدربين وصلوا لمرحله ان انا افضل مدير فني في العالم. كلوب بيعاني مع ليفربول بشكل واضح جدا في مباريات كثيره جدا. فالقصه كلها باختصار ان مفيش مدير فني بدون اخطاء. لا انت لازم تبقى فاهم ان احنا وقت الاخطاء من وجهه نظرنا ايضا لان الامور الفنيه برضو امور معياريه فممكن من وجهه نظرنا شايفين ان التغيير ده ما كانش مناسب ان تاخر التغيير ده فيه مشكله ان انت تلعب بالتشكيل ده ممكن يكون في مشكله. ده بالتاكيد هنفضل في الكلام ده كتير وده طبيعه الكوره. لكن نبدا بقى نقول اصل المدير الفني ده لا يصلح للنادي الاهلي هي دي الخطوره وهي دي اللي هتوصل لك من بعض الناس اللي بيركبوا موجة غضب جماهير النادي الأهلي عشان فارس يبدأوا يعملوا توجه ضد نجاحات النادي الأهلي. وأعتقد ما ينفعش بقى ما ينفعش بعد اللي حصل في مع ريني فايلر ومع بيتسو موسيماني نكرروا معاهم مدير فني على الإطلاق. استغلال طاقة الغضب اللي أحيانا هتكون مشروعة في أمور غير مشروعة بالظبط. وإحنا هنا إحنا إيه اللي إحنا بنقوله بقالنا كام دقيقة ده؟ نقد بنبص بنقيم بشكل موضوعي، لا عندنا مآرب أخرى ولا لنا مصالح أخرى ولا لنا غير إن إحنا نشوف الفريق كويس ولازم وأنت بتتفرج علينا تدرك إن إحنا أكتر ناس حريصين على ده. بس نقطة كمان يا أسامة، أنت اتكلمت في مدير فني عالمي وده منطق دايما بنردده ومفيش حاجة اسمها مدير فني ما عندوش أخطاء. ولكن كمان المقارنات الداخلية يا جماعة، بيتسو موسيماني راجل رائع جدا وكولر عنده حاجات كويسة جدا. استمرار طول الوقت استدعاء بعض الاكتزاء في اللقطات، يعني مثلا ايه نيجي نقول ربما اصل فايلر كسب او سجل هدف وتعادل مع الهلال في مباراه، اصل بيتسو موسيماني عمل كذا. ما هو بيتسو يا جماعه كان عنده اخفاق قبل كده، وبيتسو عنده لقطات مضيئه ضد الوداد بارقام كبيره، وبيتسو عنده مباريات ضد سان داونز ممكن كولر يبقى افضل منها فيها كتير جدا. فهتلاقي طول الوقت ده، فلما بتستدعي المقارنه بتبقى على سبيل ان ده وارد، مش على سبيل انك هتفضل طول الوقت في دايره اصل ده عمل وده ما عملش. طب ما هو بيتسو موسيماني كان في الدوري في جمع النقاط عنده حاجه، كولر في الدوري عنده حاجه، وعلى فكره معطيات ده وظروف ده غير ده. يعني هي كده كره القدم يا جماعه. فطول الوقت البعض شفتهم كانوا ضد موسيماني وبيشككوا في موسيماني وبالاشخاص وطول الوقت، عارف مثلا ما اختلفش مع موسيماني في فتره اخيره كان في تحفظات على امور، لا ده هو طول الخط كان ضد موسيماني. شفت ناس منهم يا اسامه النهارده بتستشهد من موسيماني في التعامل مع المباريات. هي دي بقى المشكله، صعب قوي. احنا هنا وحيزيد. احنا خد بالك احنا هنا جينا اتكلمنا تقريبا في حلقه كامله كان الانترو بتاعها عن فكره كره القدم انجازات صحيح. ولا متعه كرويه صحيح. وقلنا يا جماعه ده له منطقه والله قلنا ده له منطقه وده له منطقه، ولكن كره القدم هي في النهايه انجازات. ممكن تبقى عندك رفاهيه ان انت تبدا تدور على الاداء الممتع، وممكن الاداء الممتع في وقت من الاوقات هو اللي هيكون وسيله ان انت تحقق الانجازات. فالقصه دي قصه
مش يعني نسبيه جدا جدا. فنخرج بره المقارنات مش بس على مستوى المدربين الفنيين يا فارس، برده على مستوى اللاعبين. انت دايما عشنا في فتره حارس مرمى عندك كبير يبدا يتقارن، راس حرب عندك كان كبير وعامل تاريخ يبدا يتقارن، صانع لاعب لا قارن بالموجود، شوف معيار الموجود. لو عايزين بالفعل بالفعل يعني، وانا واثق من ده تماما ان احنا عايزين كلنا النادي الاهلي يكون رقم واحد، لازم نبقى عارفين ان في حقائق لا يمكن تغفلها الارقام ولا الانجازات. انت بالفعل بتمتلك افضل سكواد محلي وافضل سكواد افريقي، ومحتاج تطور فيه. ما انا لسه اقول عندك بعض السلبيات ده طبيعي بالظبط، عندك بعض النواقص ده طبيعي. هل هنقف عند السلبيات دي؟ لا، احنا محتاجين، وقلنا كل فرد في المنظومه عليه ان هو يقوم بدوره، ان انت تطور، تفضل دايما في تطوير مستمر عشان تفضل دايما موجود على القمه، لان وجودك على القمه هو اصعب بكتير. انت ما بتاخدش بطوله بالصدفه طبعا، ولا بتاخد بطوله في حقبه زمنيه وبتنتهي، لا انت استثناء. مطالب طول الوقت طول الوقت تحقق البطوله، فطول الوقت انت مطالب بالتطوير والتطوير والتطوير، وتجيب الافضل ثم الافضل ثم الافضل. لكن طبيعه كره القدم بالتاكيد يعني السكواد ممكن يكون فيه بعض، محتاجين نكمل السكواد، محتاجين طبيعه المحترفين يكون فيها اقوى، يعني محتاجين ده بالتاكيد. لكن تيجي تقارن بقى بالاقران، تيجي تقارن بباقي لا، هتلاقي محليا وافريقيا ايضا عندهم سلبيات ربما تفوق سلبياتك في السكواد اللي انت بتقدمه. ربما يكون عندهم مديرين فنيين اقل بكثير من المدير الفني الموجود عندك، وربما بيتمتعوا بحصانه اعلاميه رياضيه غير موجوده عند المدير الفني النادي الاهلي. فمش عاوزين احنا كمان نروح لسكه اننا في حاله ان المدير ده لا مدير عنده اخطاء، كل مدير فني عنده اخطاء، لعيبه عندها اخطاء، لعيبه عندها اخطاء، حتى ادارات عندها اخطاء، ادارات عندها اخطاء، بس احنا كلنا بنعمل ايه من اجل تصويب هذه الاخطاء عشان يبقى دائما النادي الاهلي رقم واحد، ويبقى دائما زي ما مر التاريخ ويكون الحاضر والمستقبل ان شاء الله النادي الاهلي على قمه هرم كره القدم الافريقيه، وده ان شاء الله اللي هيكون موجود باذن الله.